وفدي او هوغامينايو وزيركا وزاردة غرغاركا يمارينتا مصيبوينكا جوبالان مدنى عبد الرحمن عبد احمد او مالمهن مغالدة مقدشة او جوغي هولا شاقو ايا كورمير ايا اندى ايدين كوتاقي حارونتا قاران اي بحنتا ديقنينا هاليس وضرايدكا سيدو كلا وزير عبد الرحمن ايا بوقشة كوتاقي حارونتا دحي اي وزاردة غرغاركا يمارينتا مصيبوينكا دولادة فدرالكا صوماليا ساقونا مدميد او بوقضي حفيسيادة كلا الدوان اي وزاردة أحمد أبو كر أحمد أقاسمها قود أي وزارة قرقار كي مارينت مسيبوين كدولة فدرالك الصومالية أو جبلان تيفي لها اللي أي شيء إني كفر حسيهن بوقشة وزير عبد الرحمن أشرفية إن كسر دوية حرونتا وزارة قرقار كي مارينت مسيبوين ك حكومة جمهورية الصومالية وزير كوزارة قرقار كي مارينت مسيبوين كي أو البلد كجبلان وهليان اسميس جود يو تيم كره او تكنيكالا سيدو كلا وحا شرف يعني انو كشو دو وزير كي تيم كيسا اني كورميري بوقشو تغان حارون تقارن اي بحين تدقنا على سوداريتكا او انا نير قرن نسانت كلا سوى دعفي تاسو رونتي هولو مهيمة وهي استقارن كبودهان وزير كمالوهان hawlo shaqo ayuu halkan u joogay runtii arrimo badan oo naga dhaxeeya wasaaradda heer federaal iyo heer goboleed ayaan soo nimid aan ka wada tashanno kooda hadalno anoo markay ka wakiila wasiirka wasaaradda gargaarka xilwaan Xariij Axmed Diiriye waxaan leeyahay wasiir sharaf ee noo tahay inaan ku soo dhawayno soo dhawow runtii waayaha ay maalmaha aan joogno xarjiyana wax badan عبد الرشيد عمر إسماعيل أقاسمها قود وزارة قرقار كي مارا انت مسيبوين كجبلان أي أساقنا كور بحيي وجيد كورمير كان أنا قوكا كوان وفدي بلاران وكسعود وزارة قرقار كي مارا انت مسيبوين كدولة جبلان وهقامينا يو وزير كوزارة قرقار كي مارا انت مدانة عبد الرحمن عبد أحمد وحان لكولان waxaa la kulanay hay'adaha caalamiga iyo wasaaradda gargaarka maareynta masiibooyinka dawladda federaalka Soomaaliya maanta waa maalin gaar ah aan soo booqanay wasaaradda si aan u aragno sida ay u shaqeyso iyo waxyaabaha kala duwan qaasatan xarunta qaran ee bixinta digniinta halista wadareedka waxaa kaloo ka wada hadalay wada shaqeynta guud ee labada wasaaradood waxaan kaga mahadcelinaynaa tiimka wasaaradda ee ugu horeeyso wasiirada Khadiija Maxamed Diiriye maalmahan wasiirka ay kulamo gaar ah ay lahaayeen iyo agaasimaha guud iyo howlwareenada wasaaradda waana kaga mahadcelinaynaa Cabdullaahi Maxamed Jubaland TV Muqdisho